كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الملك عبد الله الثاني عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء. وقد أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لهذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.